بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. نكمل معكم بشرح القواعد الخاصة لضبط المتشابهات اللفظية في القرآن الكريم مع القاعدة 14، ربط الزيادة بالآية أو السورة الطويلة. قد يكون مكمن التشابه بين الآيتين طولا وقصرا، ويكون الحل بربط الزيادة بالسورة أو الآية الطويلة. ومن أمثلة ذلك، أولا قوله تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما، مع الآية التي بعدها: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. في النساء، فالإشكال في الغالب بين ما في السماوات والأرض وما في السماوات وما في الأرض. وبعد النظر والتأمل نجد أن الآية الثانية أطول من سابقتها، ومن ثم اربط الزيادة وما في الأرض فيها. ثانيا قوله تعالى: فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، في الأنعام مع قوله تعالى: فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. الإشكال هنا بين فسوف يأتيهم مع فسيأتيهم، والضابط أن نربط الأطول منهما فسوف يأتيهم بالسورة الطويلة هي سورة الأنعام. ثالثا قوله تعالى: ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب، في الأنفال مع قوله تعالى: ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب، في الحشر. الإشكال بين ومن يشاق ومن يشاقق، والضابط ربط الزيادة بالسورة الطويلة وهي الأنفال. رابعا قوله تعالى: أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب، في صاد مع قوله تعالى: أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، أم هم المسيطرون، في الطور. وبناء على ما سبق فزيادة رحمة جاءت في السورة الأطول وهي سورة صاد. خامسا قوله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن يضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم، في البقرة. فزيادة فلا إثم عليه لم ترد إلا في سورة البقرة وهي أطول سورة في القرآن. سادسا قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني، البقرة مع قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشون، في المائدة. فزيادة الياء في واخشوني وردت في السورة الأطول وهي سورة البقرة. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كان معكم محدثكم أدمن صفحة التبيان في ضبط متشابهات القرآن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.